السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل اليوم ما بدأناه عن المواقع في حالة الحركة. طبعا راح نحل مثال بيتعلق بمعادلة الاستمرارية أولا، ثم ننتقل إلى طاقة السائل المتحرك Energy of a Liquid in Motion. من خلاله راح نشوف طاقة الوضع أو الطاقة الكامنة Potential Energy، طاقة الضغط أو السريان Pressure Energy، والطاقة الحركية كينيتيك انرجي. بالإضافة إلى طاقة السائل المتحرك رح نشوف كمان اليوم معادلة برنولي، وإذا كان في وقت رح نشوف تطبيقات لها. خلينا نبدأ أولا مثال عن معادلة الاستمرارية أو معادلة السريان أو الجريان ريت أوف فلو. طبعا هالمثال موجود بالنقطة 13.3. يجري الماء البارد والذي كثافته 9.98 كيلوغرام على متر مكعب في أنبوب دائري المقطع قطره 5 سنتيمتر، متصل بأنبوب آخر قطره 7.5 سنتيمتر. إذا عندي هون أنبوب قطره 5 وفي عندي أنبوب ثاني قطره 7.5، الذي بدوره يتفرع إلى مجريين، هون مجرى وهون مجرى. قطر كل منهما 3.75 سنتيمتر. فإذا كان معدل الجريان الماء عند مدخل الأنبوب الأول هون يعني 0.015 متر مكعب بالثانية المطلوب، معدل الجريان الكتلي في الأنبوب الأول وفي فرعي الأنبوب الثاني، يعني بدنا نوجد المعدل الكتلي بالواحد وبالثلاثة. بالإضافة إلى احسب السرعة في المجرى الأول وفي فرعي المجرى الثاني، يعني بنحسب السرعة هون والسرعة هون والسرعة هون. أنا بنصح دائما لما يكون في عندنا هيك مسألة نقوم أول شيء بالرسم، طبعا هون الرسمة جاهزة، ونضع جميع معطيات المسألة على الرسمة. هذا بيساعد بشكل كتير كبير على تجنب الأخطاء. فمثلا هون القطر 5 سنتيمتر، 7.5 سنتيمتر، 3.75، يعني 3 أقطار. إذا فورا وضعتهم على الرسمة، طبعا هذا بسهولة بخليني أتمكن من تدقيق الأرقام. فالمقطع هون 5 سنتيمتر، هون 7.5، وهون 3.75. طبعا الكثافة هون عند المدخل، والتدفق الحجمي 0.015 هون عند المدخل، هي الكثافة. إذا خلينا نباشر بالحل. الحل نحسب أولا معدل الجريان الكتلي في المجرى الأول. إذا هون الجريان معطي الجريان الحجمي والكثافة معطية، بس بضرب الكثافة بالجريان الحجمي بمعدل الجريان الحجمي بيطلع معي الجريان الكتلي. من هالعلاقة الكتلة M1 دوت يساوي رو كثافة، A مساحة المقطع، V هو سرعة الجريان. طبعا ABV هو Q التدفق الحجمي، M هو التدفق الكتلي، هو فقط هون الكثافة. طبعا التدفق الحجمي عند المدخل معطي 0.015 مضروب بالكثافة 9.98 كيلوغرام على المتر المكعب، فبيطلع الجواب 14.97 كيلوغرام بالثانية. طبعا الوحدات هون لازم دائما ننتبه على الوحدات ونشوف مدى تجانسها، يعني هون متر مكعب بتروح مع المتر مكعب يبقى كيلوغرام على الثانية. إذا هذا هو التدفق الكتلي عند المقطع واحد. نستخدم الآن معادلة الاستمرارية اللي بتقول تدفق الكتلي بكامل في كل المقاطع نفسه، يعني تدفق الكتلي بواحد نفسه باثنين ونفسه بثلاثة. وبالتالي التدفق بواحد هون يساوي اثنين بثلاثة. ليش هون؟ يعني هون مقسوم لقسمين، إذا ام ثلاثة هون وام ثلاثة هون مجموعهم بيطلع هو تدفق باثنين وبواحد. وبالتالي الام تدفق بثلاثة هو نصف تدفق بواحد. بنطبق الأرقام بيطلع معك التدفق الكتلي في المقطع ثلاثة 7.485 كيلوغرام بالثانية. الآن بنحسب سرعة تدفق الجريان. معدل الجريان الحجمي هو حاصل ضرب السرعة في مساحة المقطع المجرى
نحسب أولاً مساحة المقطع. إذا المقطع هون بواحد هو أي واحد ب على 4 دي 1 مربع بيطلع 0.00196 متر مربع. دائما بالحلول ما تنسوا تحطوا الوحدات لاني في غايه الاهميه، بدون وحدات عمليا رقم خطا. طبعا التدفق الحجمي بالمقطع الواحد يساوي المساحه هاي ضرب سرعه الجريان او السريان واللي هي مطلوبه، وبالتالي سرعه الجريان تساوي التدفق على المساحه. التدفق الحجمي هذا من معطيات المسألة، والمساحة الآن حسبتها بسبب إنه القطر معطي، بيطلع عندي سرعة التدفق بالمقطع واحد. طبعاً هلا إذا بدنا نحسب تدفق مقطع اثنين بيعتبر إنه المقطع صار أكبر رح تكون السرعة أقل. ولحساب السرعة في أحد فرعي المجرى الثاني نحسب المساحة A3. يعني طبعا نحسب المساحة هون شو تساوي؟ طبعا b على 4 بدي 3 مربع بيطلع 0.00111104 متر مربع، وبالتالي السرعة التدفق بالمقطع 3 هون لازم يكون عمودي. هذا طبعا هذا بس تمثيلي بهدف انه نقول هون التدفق يساوي هون يساوي هون. طبعا انت لازم تاخذ مقطع قائم. طبعا السرعة بالمقطع 3 هون تساوي تدفق الحجمي تقسيم المساحة بيطلع 6.76 متر في الثانية. هي بيكون مسألة انحلت. خلينا نرجع لبقية العناوين. فنرجع لطاقة السائل المتحرك، ومن خلالها رح نشوف ثلاث أنواع من الطاقة. طاقة الحركة الكامنة أو طاقة الوضع بتنشن انرجي، طاقة السريان، وطاقة الحركية. طاقة السائل بشكل عام energy of liquid in motion. يقال للإنسان الذي يعمل عملا شاقا خلال يومه بأنه فقد طاقة. إن استخدام كلمة طاقة هنا يتطابق تماما مع معناها الفيزيائي. عندما تعرف الطاقة بأنها المقدرة لإنجاز شغل، إذن the capacity of to do work. إذن لازم نميز بين الطاقة وبين العمل. هناك عدة أشكال للطاقة، فهي على سبيل المثال هناك الطاقة الحرارية، الطاقة الكيميائية، الكهربائية، النووية، الوضع أو الكامنة، الحركية، الضغط. إذن هناك أنواع لا حصر لها من الطاقة. كل أشكال الطاقة المذكورة تشترك في أنها إذا ما سخرت التسخير المناسب فإنها تستخدم لإنتاج عمل أو شغل. إذن هذا هو الفرق بين الطاقة وبين العمل، وكلاهما لهم نفس الوحدات الفيزيائية. إذن الطاقة شيء مخزون، إذا تركنا له الفرصة لكي يخرج يصبح عمل. وأحيانا بالعكس، أحيانا العمل نقوم بإجراء عمل من أجل تخزين طاقة. إذن خلينا نرجع لموضوع الجريانات. في حالة الجريان في عندي ثلاث أنواع من الطاقة: طاقة الوضع أو الكاملة، طاقة الضغط، طاقة الحركية. هذه هي أشكال الطاقة المأخوذة بعين الاعتبار في الموائع. طبعا ممكن في دراسات متقدمة ناخذ أنواع أخرى من الطاقة، لكن هلأ هون يكفي هذا النوع للفهم طبعا العلاقة بين تغير هذه الأنواع من الطاقة. إذا أول نوع منها هو طاقة الوضع. شو تعريفها؟ هي الطاقة التي تمتلكها كتلة من السائل M نسبة إلى ارتفاعها Z عن خط مرجعي أو خط إسناد داتوم لاين. طبعا الشكل 3.18 بيفرجيك انبوب، نشاط الانبوب يكون ثابت المقطع، في الحاله العامه قد يكون متغير قد يكون ثابت، على ارتفاع مسافه زد من خط مرجعي. يمكن التعبير عن طاقه الوضع بالمعادله التالية: البوتنشال انرجي او طاقه الوضع تساوي ام بجي، هو وزن السائل او المائع الموجود ضمن الانبوب،
مضروب بالارتفاع عن الخط المرجعي، فبيطلع معي إذا بدنا نحلل الوحدات هون m كيلوغرام، وهون g تسارع الجاذبية الأرضية متر على الثاني مربع، وهون m المسافة. طبعا هون الوحدات هذول هي نيوتن، النيوتن ضرب متر بيطلع جول، إذا هون عندي وحدة طاقة أو وحدة عمل. في هذه الحالة فإن وحدات طاقة الوضع هي الجول واختصارا J، أما طاقة الوضع لكل كيلوغرام واحد من السائل فإنها تعطى بالمعادلة التالية. إذا أجل واحد كيلوغرام فقط منقسم على موضوع الكتلة، فبيطلع عندي potential energy per unit mass هي G الجاذبية الأرضية ضرب Z الارتفاع، بيطلع عندي جول per كيلوغرام. إذا هيدي هي الطاقة منسوبة لواحدة كيلوغرام من المائع أو السائل. عندما يكون السائل جاريا في أنبوب بعينه وتحت ضغط معين، فإن هناك عمل أو شغل لتحريك هذا السائل من مقطع إلى آخر. إذا كانت مساحة مقطع معين من الأنبوب A والضغط عند ذلك المقطع B، فإن القوة المؤثرة على ذلك السائل هي P بA. إذا واضح الكلام. إذا كان لما في عندي سائل عم يجري بأنبوب، طبعا نتيجة إنه بكل محل في عندي ضغط، وطبعا في عندي مساحة مقطع A، طبعا الضغط بالمساحة بيطلع عندي قوة. إذا هالقوة هاي هي اللي عم تؤدي لتحريك السائل. إذا هالقوة هاي هي في اتجاه جريان السائل. إذا كان معدل السريان أو الجريان الحجمي خلال ذاك المقطع هو Q دوت Q نقطة، فإن التدفق الحجمي هو A ب V، شفنا هيدي بمعادلة الاستمرارية سابقا. وبالتالي فإن القوة B ب A، هي القوة اللي هي عم تخلي الماء يمشي، سوف تدفع السائل مسافة V تساوي Q دوت على A. طبعا Q على A هي مسافة المقطوعة إذا كان عم يمشي بسرعة V. طبعا هون المسافة لكل وحدة زمن. عليه يمكن حساب العمل Work المعمول على السائل، طبعا من القوة الضغط اللي عم نحكي لنا بشوي، هي القوة ضرب المسافة. القوة هي الضغط بالمساحة، والمسافة هي السرعة. طبعا السرعة هي المسافة لوحدة الزمن. إذا طبقنا المفهوم التدفق، فبيطلع عندي العمل هو P BA بQ BA على A. إذا V هي Q على A. وبالتالي العمل بكل بساطة هو الضغط ضرب التدفق. إذا في عندي سائل عم يمشي ضمن انبوب وتدفقه الحجمي معروف والضغط ضمن هالسائل معروف، اذا الضغط ضرب التدفق بيطلع معي العمل المقدم لهذا السائل لكي يجري. اذا بدون عمل لا يجري السائل. ولكن معدل السريان الكتلي هو ام دوت، طبعا فقط نضيف رو الكثافه الى التدفق الحجمي. وبالتالي يمكن استنتاج أن الشغل أو العمل للكيلوغرام الواحد وحدة كتلة يمكن كتابته كالتالي. إذا بس بدي أقسم على الكتلة، أنا لأني لما بوجد العمل بشكل عام برجع بقسم على الكتلة مشان طالع العمل لوحدة الكتلة. وبالتالي هو B في Q دوت على رو ضرب Q دوت. إذا B في Q دوت هي العمل، والرو ضرب كيو دوت هي الكتلة. إذا كيو مع كيو بتروح، بضل عندي بي على رو. إذا هذا البي على رو ضغط المائع، رو الكثافة النوعية هي الكتلة كيلوغرام على الحجم. فبيطلع عندي أي أن وحدات العمل للكيلوغرام الواحد هي الجول بالكيلوغرام أو على كيلوغرام. وبالتالي فإن طاقة الضغط أو عمل الضغط للكيلوغرام الواحد تحسب بالقانون بي على رو. إذن
بريشر انرجي هي بي على ار. إذن نرجع للسلايد السابق ونشوف هون. إذن العمل أو طاقة الوضع هي إذن في البداية بتكون ام بجي بزد، بنقسمها على الكتلة بيطلع عندي جي بزد. إذن هذا العمل أو طاقة الوضع. بينما طاقة الضغط هي بكل بساطة الضغط تقسيم الكثافة. طبعا أوجدناها عن طريق العمل، العمل هو البي ضرب كيو، جينا قسمناها على الكتلة، الكتلة بوحدة الزمن، طلع عندي بي على رو. طيب خلينا نشوف النوع الثالث من الطاقة واللي اسمه الطاقة الحركية أو كينيتيك إنرجي. إذا جرت كتلة من السائل قدرها M بسرعة منتظمة قدرها V، هون V محسوبة، فإن هذه الكتلة من السائل تمتلك طاقة حركية تعرف بالطاقة الحركية قدرها نصف الكتلة بمربع السرعة. طبعا هاي الكل بيعرفها. إذا نصف الكتلة مربع السرعة، هيدي مربع، هيدي عبارة عن الطاقة الحركية. أي أن الكينيتيك إنرجي هي نصف ام بفي مربع. وطبعا بدي احسب بالنسبة لواحد كيلوغرام وطاقة الحركية للكيلوغرام الواحد، تكتب كما يلي. طبعا شو بدي اسوي؟ بدي اقسم الكينيتيك انرجي هاي باسم على الكتلة. اذا الكينيتيك انرجي بير يونت ماس يساوي نصف الام راحل ضرب في مربع، بيطلع عندي جول على الكيلوغرام. طبعا هي شو وحدتها هون؟ هي وحدتها هي جول. هون صارت وحدتها جول على الكيلوغرام. عموما فان الطاقة التي يمتلكها 1 كيلوغرام من السائل هي مجموع طاقة الوضع وطاقة الضغط وطاقة الحركة. طبعا شيء طبيعي لما بكون الطاقات هي مقدار سلمي ليس له اتجاه، وبالتالي نستطيع أن نجمع الطاقة من أشكال مختلفة وكل ممكن ينجزوا عمل ما. إذا في عندي الطاقة الحركية هي من خصائص الجريان، في عندي الطاقة الوضع أو الكامنة كمان هي من خصائص الجريان، في عندي كمان الطاقة الضغط. إذا هالطاقات هن شغلات مخزنة ضمن المائع، فممكن نحن نجمعهم مع بعض. وبالتالي مجموع الطاقة للكيلوغرام الواحد يساوي طاقة الوضع، طاقة الضغط، وطاقة الحركة زائد. إذا وبالتالي فإن total energy per 1 كيلوغرام، طبعا طاقة الوضع كانت هي G ضرب Z، طاقة الضغط هي P ضرب على رو، الطاقة الحركية هي نصف V مربع. إذا هذه هي مجمل الطاقة التي يمكن أن يتمتع بها السائل مائع ويتحرك ضمن أنبوب. طبعا إن أشكال الطاقات الثلاث التي عرفناها الوضع والضغط والحركة، أو يسموا أحيانا بدل الوضع الكامنة والضغط والحركة، يمكن التعبير عنها بشكل آخر، هو ما يعرف بالسمت أو العلو height of head، أو أحيانا سمت أو علو الوضع tension head، سمت أو علو الضغط pressure head، سمت أو علو السرعة velocity head. وبالتالي فإن السمت أو العلو الكلي للكيلوغرام الواحد هو مجموع علو الوضع زائدا علو الضغط زائدا علو السرعة. أي total head بالكيلوغرام هو Z زائد B على رو ضرب G زائد بي مربع على 2 جي. اذا هون بكل بساطه انا عم احول الطاقات ثلاث انواع من الطاقات الى ارتفاع. لنلاحظ طاقه الارتفاع شو هي؟ بكل بساطه هي جي ضرب زد. طبعا جي هي الجاذبيه الارضيه. طبعا ضغط الضغط لاحظوا بتنجمع مع طاقه الارتفاع، معناتها لكل طاقة ضغط إلى مكافئ إلى ارتفاع، والطاقة الحركية كمان لها مكافئ ارتفاع. لذلك
شو سوينا نحن؟ نحن قسمنا ثلاث أطراف على جي، بيطلع عندي هون الطاقة، هي بوتنشال هيد بسموها طاقة الارتفاع، وهيدي طاقة الارتفاع المكافئ للضغط، وهيدي طاقة الارتفاع المكافئ للطاقة الحركية. وبالمناسبة هون الواحدة هي واحدة قياس هي متر، وهي متر هون، وهي متر هون. وأرجو إنه أنتم تجربوا وترسموا وتحطوا على ورقة ورقة القلم، تستخدموا تجربوا الواحدات وتشوفوا تجانسها، راح يطلع هون متر، هون متر، هون متر. طبعا هي هون الواحدات، الواحدات فإن المعادلة السابقة يمكن التعبير عنها كما يلي. إذا الزد هي واحدة متر، أي البي على رو ضرب جي هي البي هي نيوتن متر مربع، الرو متر مكعب بالكيلوغرام، الجي الجاذبية الأرضية هي ثاني مربع على متر، طبعا هي المقلوب، زائد الفي مربع 2 جي، الفي هي مربع السرعة، هي مربع السرعة، متر مربع ثاني مربع، والجي هي الجاذبية الأرضية مقلوبة، طبعا مقلوبة ثاني مربع على متر. طبعا إذا الثاني مربع مع الثاني مربع بتروح هون، ومتر مربع مع المتر بيبقى متر. وهون طبعا المتر مكعب مع متر مربع بيروحوا، بيضل عندي متر، متر على كيلوغرام ضرب هون جي. لحظة شوي، إذا المتر نيوتن، إذا واضح هلا هون بيبقى متر. إذا عندي هون هون طبعا هي المتر مربع، هي المتر مربع هون متر مكعب، هون متر مربع بيروح التكعيب بيبقى متر، وهيدي بتروح، بضل عندي كيلوغرام متر على الثاني مربع، هيدي مقلوب النيوتن بتروح مع النيوتن، بيبقى عندي هون بس متر وهون متر. إذا التوتال هيد بير كيلوغرام هو حدته النهائية هي متر. إذا هيك بكون انتهينا من تعريف الطاقات. خلينا ننتقل لموضوع جديد هو معادلة برنولي. طبعا معادلة برنولي هو بيستند على الطاقات، نشوف شلون. معادلة برنولي أو برنولي إكويشن، إن نظرية برنولي تنص على الآتي. ماذا قال برنولي؟ قال إن مجموع طاقة الضغط وطاقة الحركة وطاقة الوضع، الثلاثة هو الطاقة الكلية، لأي جسم مائع يجري في أنبوب معين يظل ثابتا عند أي مقطع على طول ذلك المسار، إذا لم يكن هناك فقد أو فقد يعني ضياعات أو اكتساب طاقة من البيئة حول ذلك المسار، أو بمعنى آخر طبعا هذا شيء معروف، الطاقة لا تفنى ولا تتولد من عدم. فإذا عندي جريان وفي قلبه مائع، وهالمائع له طاقات مختلفة، ثلاث أنواع من الطاقات، هالطاقات هي راح تبقى ثابتة مهما اختلف مع الزمن، طبعا بإهمال الضياعات أثناء الجريان. طبعا أثناء الجريان في عندي احتكاك مع الأنابيب، أنا هون طبعا الضياعات هاي من نوع من الضياعات، طبعا الاحتكاك رح يولد حرارة، فهذا نوع من أنواع الطاقة اللي عم تنهدر. طبعا أنا هاي ما رح هلأ بهاي أخذها الاعتبار. كمان هون كمان أنا بدي أفرض أنه ما في عندي أي مصدر إدخال الطاقة، وبالتالي الطاقة الكلية للمائع ثابتة بين مدخل أول مدخل ثاني مدخل ثالث، مهما تغيرت المداخل بدي الطاقة بتبقى نفسها. بس طبعا أنا عندي ثلاث أشكال من الطاقة، قد واحدة منهم تكبر على حساب الثاني التنتين الثانيات، أو بالعكس، فممكن تنتين يظهروا والثالثة تكبر. فبالنهاية بالنتيجة طاقة الضغط وطاقة الحركة وطاقة الوضع تبقى تساوي ثابتا عند أي مقطع. يمكن كتابة معادلة برنولي عند تطبيقها عند نقطتين في المائع بالشكل التالي. إذا بين نقطتين، النقطة الأولى في عندي V1 على رو، النقطة الثانية V1 على 2، النقطة الثالثة
جي زد، اذا هون في عندي زائد ما مبينه بس معلش ما مفهومه. طبعا بالمقطع الثاني نفس الكلام بس بدال واحد 2 بي 2 ارو في 2 مربع 2 جي زد 2. ان التقسيم بين هذه الطاقات يمكن ان يختلف باختلاف المقطع، ولكن الطاقه الكليه تظل ثابته. طبعا اذا اختلف المقطع معروف ان السرعه بتزداد او تنقص، يعني اذا نقص المقطع السرعه بتزداد، طبعا الطاقه الحركيه تغيرت، ولكن مجموع الطاقه كله بيثبت نفسه. طبعا هذا يعني انه قد يكون اذا زادت الطاقه الحركيه قد يكون طاقه الضغط تنخفض. اذا تستخدم وبالتالي فان قاعده برنولي لها تطبيقات. صدم قاعده برنولي في حل الكثير من التطبيقات في جريان الموائع. خلينا نحل مثال عن هذه التطبيق. اذا عندي هون مائع موجود ضمن وعاء. اذا نظرنا للخزان الموضح بالشكل والذي يوضح سائلا يسري عبر فتحه جانبيه من الخزان بسرعه قدرها V. اذا في عندي خزان هون وفي عندي فتحه جانبيه عند النقطه C وبيمشي هون بسرعه V. طبعا V وبعد الفتحه عن سطح السائل H. طبعا سطح السائل هون عن النقطه هون هو H. H هو طبعا ارتفاع السائل. طبعا نظريه برنولي يمكن تطبيقها بين النقطه A هون النقطه A والنقطه C هون النقطه C لحساب سرعه تدفق السائل. يعني كيف بدنا نحسب معناتها التدفق؟ هون باستخدام قاعده برنولي او نظريه برنولي. طبعا برنولي بيقول انه الطاقه الكليه نفسها، اذا الطاقه الكليه عند A تساوي الطاقه الكليه عند C. اذا A هون و C هون الطاقه مثل هون. كيف هون مثل هون؟ هون عاليه وهيدي واطيه. إيه لحظه، هون عاليه بس ما في سرعه، هون واطيه بس فيها سرعه، اذا بالتالي السرعه الطاقه نفسها. خلينا نختار سطح مرجعي هو يمر من سي. هلا راح نشوف ليش. طبعا لاني مشان طاقه الوضع بالنقطه سي بالنسبه للسطح المرجعي او بالنسبه للمرجع هون صفر، لاني ارتفاع صفر. اذا تم اختيار خط المرجع خلال مركز الفتحه الجانبيه مع اهمال الضغط الجوي، طبعا في عندي سي هون في ضغط جوي، هون في عندي ضغط جوي راح احمله، فان السرعه عند A هون السرعه عند A تساوي صفر. طبعا معروف السائل هون بيتحرك ببطء شديد، طبعا في سرعه ولكن بطيئه جدا لان الخزان عم بينقص ميته، ولكن خلينا نقول صفر. اذا حركه بطيئه جدا مقارنه بحركه عند C. عليه يمكن التعويض في معادله برنولي كما يلي. خلينا نعوض برنولي بين نقطة A و C. إذا في الـ A هون الضغط الجوي أهملته صفر، وضغط طاقة الضغط كمان أهملته. ما عندي غير بس طاقة الارتفاع واللي هي تساوي A زد A الارتفاع مضروب بجي. هي عند A. عند C هون ما في عندي ارتفاع، بس هذا صفر بس، ولكن في عندي كمان الضغط الخارجي كمان صفر، هي صفر. ضل عندي فقط الضغط نتيجة الطاقة الحركية هون. وبالتالي من هالعلاقة هاي لاحظ معي جي زد تساوي في سي مربع 2، 2 بتجي لهون، وبالتالي في سي تساوي تحت جذر 2 جي زد. إذا في سي تساوي تحت جذر 2 جي زد. إذا أو بالحالة العامة H 2 جي H. وبالمناسبة هي نفس سرعة السقوط الحر. أنا إذا في عندي كتلة عم تقوم بعملية سقوط حر من ارتفاع H، فالسرعة تساوي تحت جذر 2 جي H. يمكن تعديل معادلة برنولي لتأخذ في الاعتبار الفقد، يعني الضياعات نتيجة احتكاك بجدران الأنابيب في الطاقة بين النقطتين على النحو التالي. إذا أول شيء طاقة الضغط عند A، الطاقة الحركية عند A، ارتفاع عند A يساوي الضغط عند B
سرعة طاقة حركية عن بي، الارتفاع عن بي، زائد مقدار هو نتيجة الضياعات بين A و B. طبعا هالضياعات مبدئيا ما بعرفها شو، ولكن على القليلة بعرف انه في ضياع بين النقطتين، طبعا نتيجة الاحتكاك بالجدران الأنابيب، ونتيجة ايضا كمان ذرات الموائع اثناء الحركة تحتك بين بعضها. خلينا نحل مثال. مثال 3-14، يدخل الماء البارد في سخان لإنتاج الماء الحار لمحطة تكييف مركزي بمتوسط سرعة قدرها 1.52 متر على الثانية، ويخرج الماء الساخن منه بمتوسط سرعة قدرها 9.14 متر على الثانية. إذا كان أنبوب الماء البارد أعلى من أنبوب الماء الساخن بارتفاع 15 متر، أوجد ضغط الماء الساخن إذا كان ضغط الماء البارد هو 2.339 كيلو باسكال. خذ كثافة الماء البارد 9.98 كيلو جرام على المتر مكعب، وكثافة الماء الساخن 9.83 كيلو جرام على المتر مكعب. طبعا هون اخذنا الكثافه، كثافه الماء هي بالحاله المثاليه 1000 كيلوغرام على المتر المكعب، ولكن يعني هي بتكون احيانا اقل او اكثر حسب يعني درجه نقاوه الماء وحسب درجه حرارتها. فلما بيكون بارد غالبا بيكون الماء اثقل، فبيكون هون 9.98، لما بيكون ساخن لاحظوا في اثقل تقريبا ب 15.983 كيلوغرام على المتر المكعب. طبعا المساله ما فيها رسمي، طبعا انا من خلال التعريف النص رسمت الرسمه. طبعا في عندي انا مجرى بانبوب ثخين مقطع كبير لاني بيكون السرعه 1.52، بعدين بتصير السرعه 9.17، يعني السرعه بتكون صغيره بتصير كبيره، وبالتالي المقطع كبير بتصير صغير، عفوا السرعه بتكون صغيره بتصير كبيره، وبالتالي المقطع بالعكس. طبعا هي برجع بنصحكم مره ثانيه انه انتم اول شيء لما بتكون تباشروا بحل اي مساله نرسم مساله، نرسم بحيث بطريقه تفهمنا المساله. اذا لاحظوا هون في عندي في شيء عم يدخل وفي شيء عم يخرج. عم يدخل ماء بارد وبيخرج ماء ساخن. الماء البارد سرعته معطيه 1.52 متر بالثانيه، سرعه الماء الساخن 9.14 متر على الثانيه. هي هون 9.14 متر على الثانية. طبعا بين الدخول والخروج في فرق ارتفاع قدره 15.2 متر بالثانية. هون عم يعطيك الضغط الماء البارد، هون في ضغط مقداره 2.339. طبعا بدك مطلوب نحسب الضغط هون. اذا كان الكثافة عند المدخل للماء البارد 9.98 وعند الماء الساخن 9.83، إذا المسألة هلا واضح انعطى هون معطيات عن السرعة طبعا تعطيه طاقة حركية، عن الضغط طاقة الضغط، وعن الارتفاع تعطيك طاقة الكامنة، وهون كل شيء معطي عدا الضغط نحسبه. واضح هون بنطبق برنولي الطاقة اللي بيقول الطاقة الكلية ثابتة هون نفسها هون طبعا باهمال الضياعات بين المدخل هون والمخرج هون. اذا هذه معادله برنولي بين المقطع 1 هو البارد والمقطع 2 هو الساخن. فقط بدنا نروح بقى هلا نعوض، بس دائما ننتبه للوحدات، لان الضغط البي 1 معطي 2.239 كيلو باسكال. طبعا الباسكال هو نيوتن على متر مربع، الكيلو هي 1000، مقسم على الكثافه، كثافة الماء البارد 9.98 كيلو جرام، زائد نصف في واحد مربع. هذه البي واحد مربع طبعا معطيه بوحدات قياسية متر على الثانية لحسن الحظ طبعا، وكنت تنتبهوا قد تنعطى بوحدة سنتيمتر أو كيلو متر، فدائما لازم نستخدم الوحدات القياسية. إذا في واحد مربع 1.52 مربع 2، زائد جي زد 1، الجي 9.81، الزد 1 هي 15.2، تساوي الطرف اليمين هون نفس الكلام تقريبا عدا انه بي 2 غير معطي، هو مجهول بدنا نحسبه،
الكثافة نستخدم الكثافة الماء الساخن، وسرعة الماء الساخن 9.14 متر على الثانية هون، وارتفاعه هون لاحظوا معي أنا أخذت السطح المرجعي هو بمر ميناء النقطة السفلى، وبالتالي زد 2 يساوي الصفر. إذا حل بسيط بيطلع معي الضغط في المقطع 2 يساوي 108.955 كيلو باسكال على كيلو باسكال. هذا الضغط، إذا لاحظ معي الضغط شو صار له؟ خلينا نتناقش دوما، واحد يناقش منطقية الأجوبة. فالضغط هون كان 2.3، هون ايش راح يصير له؟ طالما انه في عندي ارتفاع فلازم يكون الضغط اعلى. ففعلا ف 2.339 صار هون 108. بالمناسبة هون السرعة بطيئة، هون السرعة عالية. لو افترضنا انه هدول اثنيناتهم نفس الارتفاع فبيكون الضغط هون اقل، لاني السرعة هون صغيرة هون السرعة كبيرة. بالتالي حتى يبقى هذا المقدار نفسه، اذا خلينا هذا يعني نتخيل حالنا انه هذا حذفناه وهذا حذفناه، وبالتالي عندي بس عاملين الضغط والسرعة، الضغط والسرعة. اذا كانت السرعة هي كبرت فالضغط لازم ينخفض. طبعا السرعة، خلينا نرجع للسرعة، السرعة عمليا بكم كم مرة نقصت؟ كانت 1.52 9.8 تقريبا بمقدار 6 مرات. الطاقة الحركية 6 مرات، بس الضغط طبعا 15، فالضغط الارتفاع فرق كبير بين هون وهون. فبتمنى انه انتم تجربوا هاي الحالة هاي تحلوها بس بدون وجود ارتفاع، واحسبوا الضغط، الضغط لازم يبقى اقل من 2.339.